أمنيا أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني أمس محاولات للالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل، حيث وقفت 5 أشخاص بغليزان وثلاثة آخرون بغردايا حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالمسيلة الناحية العسكرية الأولى عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة البلول بلدية سوق الحد بولاية بومرداس الناحية العسكرية الأولى قنبلتين تقليديتي الصنع جاهزتين للاستعمال.